السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جعلت المرة الماضية مفروض أن هذه الرافعة عرفتموها، هذه الرافعة هاي 500 و110، هذه خمسة معناها خمس عجلات، و110 معناتها 110 طن. هي في الحقيقة 110 طن، لا تحمل 110 طن حتى إذا وصلت إلى 3 أمتار، معناها 3 أمتار معناها المفل تقرب عند وجهك، ويكون تكون الروتاسيون ثابتة مثل السيارة عندما تجد فيها محرك وفيه 300 كيلومتر أو 250 كيلومتر تستطيع أن تصل إليها. لماذا؟ لأنها فيها العجلات، فيها نسبة الريح، فيها أشياء كثيرة. مهم، أريد أن أتكلمكم على مفتاح الوصل. مفتاح الوصل تكلمت عليه في رافعات أخرى، نفس الشيء في هذه الرافعات. مفتاح الوصل ها هنا، من هنا، هذا هو مفتاح الوصل. في من هنا يحمل لك نهاية الشوط، ومن هذه الجهة فيها حمولة، معناتها أنه مفتاح وصل للحمولة. سوف أدخل أحد التلسكوبات، لقد طلب مني أحد العمال أن أعمل في مكان قريب مني، لذلك يجب أن أدخل أحد التلسكوبات كما كان من قبل لكي لا تأتي عملك صعب في هذه الوضعية. ها السهم من داري سوف تغيره، قلت لكم تغيره، فقط تغير من السهم من داري إلى السهم المركزي. في هذه الوضعية راه سهم مركزي، في وضعية في الرافعات الأخرى كلهم يخرج تلسكوب من هذه الجهة، من هذا المرفق. عدك من 110 رأيت، ليس 110 لكن الرافعات التي فيهم التراي، اثنان تراي، ليس اثنان تراي واحد. عندما يكون اثنان من تري، لو كانت 50 طن فيها اثنان تري تجد فيها تخرج من هنا في هذه الرافعة، أو ما حتى الرافعات الدفع الرباعي كذلك، إذا كان فيها اثنان من تري تجد فيها تلسكوب يخرج من هنا. قلت لكم مفتاح الوصل، أنا في الساعة أريد أن أغير هذا بيت القصيد من هذا هنا. تغلق السهم المركزي هنا وتفتح السهم من داري، هنا تدخل إلى صفحة السهم من داري وتنقص في التلسكوب. قلت لكم إن لم تقبل لك البرنامج اضغط على أحد الأزرار هنا تقبل لك البرنامج. المفروض الآن يتبع ذلك السهم. اسمحوا لي على الخطأ، لأن قلت لكم لست دائما مركز، اسمحوا لي على يدي خرجت في الفيديو. أنا محتاج إلى كاميرا سبور، وهي التي تلصق في الرأس. قد جاء خطأ، سأعيدها كما كانت كي يذهب الخطأ، لأنني أردت أن أدخلها الحين آخر يقع لك أخطاء هذه، لأن الرافعة بطاقة ذاكرتي وفيها أشياء معقدة كثيرا. لا أعرف لماذا لم تقبل لي، سوف أعيد مرة أخرى. بسم الله، إن شاء الله سوف تقبل. في هذه الوضعية في هذه الوضعية تستطيع إدخال التلسكوب بهذه الوضعية التي فعلتها الآن. كنت أتكلم لكم، ذهب الخطأ، كنت أتكلم لكم على لقد أتى أحد عمال الأمن، يجب أن أوقف الكاميرا، يا ربي لم يراني. سوف يتوقف هنا في 50%، سوف أتوقف على التصوير حتى فيما بعد. والسلام عليكم ورحمة الله.
تنزع يدك حتى يبقى الأرقام حمر، لم يأتوا حمر لون أحمر لا تنزع يدك. هذه الأوضاع التي تجعل الرافعة في خطأ، هاي في الوضعية انزع يدك وغير انزع التلسكوب وافتح وافتح هذا السهم المنظار. لقد ذهب عامل الأمن، سوف أتمم لكم. قلت لكم نسبة النسبة المئوية هنا في هذه الرافعة جيدة جدا، تعطيك نسبة المئوية بالأرقام. تبدأ نسبة المئوية من صفر حتى 100%، تتوقف في 100%، تتوقف في 100%. ها مثل هنا 0.8%، رغم أني لم أحمل أي شيء، هذه 8.5% يدخل فيها وزن التلسكوب، أظن على ما أعتقد وزن التلسكوب ووزن الموفل والكابل، أو وزن الكابل والموفل وحده. هذه تعطيها، قلت لكم صافية، هنا تعطيكم النسبة المئوية بالألوان، تتوقف في الصفراء، حذاري في الصفراء، وتتوقف في الحمراء. قلت لكم تستعمل المفتاح تستعمل المفتاح. المفتاح دائما عندما تستعمل المفتاح احذر نفسك، لأنك خارج مجال التغطية، لأنك خارج مجال برمجة الرافعة، وكأنك تقول للرافعة أنت بجهة وأنا بجهة، لأنك إن تبعت شروط الرافعة 100% تأكد أنك 100% لن يحدث لك أي شيء بإذن الله. إن تبعت شروطها 100%، وما جعلوا لها كم من كتاب ويجب أن تجعل لها تدرس من أجلها، مهم إن طبقت شروطها لم يحدث لك أي شيء، متأكد 100%. إن أنت خالفت شروطها متأكد أنك سوف تسقط أو تنسى، ممكن أنك تنسى لم تبرمجها. المهم مفتاح الوصل فيه من 100% حتى 130%، وكأنك دخلت في مجال أمانك، وكأن إنسان أعطاك 100 رصاصة وأنت استهلكت كل الرصاصات، بقي لك 3 رصاصات، قال لك استعملهم في الوقت الحرج. اسمحوا لي على المثال لكن لكي تفهموا جيدا، قال لك استعملهم في الوقت الحرج، معنى أنك أتممت 100 رصاصة وبقي لك 3 رصاصات واستهلكتهم كذلك. في ذلك الوضع عندما تستهلك 30%، الرافعة تستطيع أن تزيد لك فوق 130 حتى 200%، لكن تأكد أنك سوف تسقط. أحد العمال لم ينتبه، ضربه الموفل في رأسه، مزيان الحمد لله جت ضربة خفيفة. قلت لكم متأكد أنك ستسقط إن لم تتبع شروطها، لقد استهلكت مجال أمانك، وهو هذا المجال أمانك وهو 30%. قلت لكم تستطيع أن تزيد حتى 200%، ممكن أن التلسكوب سهم منظار ينكسر، ممكن أن الأرجل تسقط في الأرض، ممكن أنه ينكسر الرجل. ولو تتبعون الفيديوهات في اليوتيوب، تقريب 70% نسبة حوادث تجدها من الأرجل، تقريبا 70%. عندما تجد رافعة ساقطة مباشرة انظر إلى الأرجل، تجدهم لم يخرجهم أو خرج نصف، أو في تلك الحالة متأكد أنه لم يبرمجها، لأنه إن برمجها تتوقف. وكذلك استعمل المفتاح واستعمل فوق 130. يوجد من يقول أنه مفتاح، فعل مفتاح فقط. مفتاح لنا فيه شروط كثيرة، في حالات تستطيع أن تزيد حتى 180%، وفي حالات لا تستطيع أن تزيد 0.1%. لذلك يجب أن تعرف أهمية المفتاح، هذا المفتاح تعرف أهميته. أنا أقول لكم أهميته باختصار، هذه 30% إن كان الشيء الذي تحمله بجانبك، تستطيع أن تزيد 130% بكل راحة، يكون أمامك ليس بعيد عنك، ويكون الشيء في الأرض وليس في السماء. في تلك الوضعية تستطيع أن تزيد حتى فوق 130%، وأنت بالخبرة سوف تتعلم. إن يكون تلسكوب خارج 100% والأشياء بعيدة جدا، لا أنصح أن تزيد في التلسكوب في المفتاح الوصل. السلام عليكم ورحمة الله.